وإلى أحوال الساحرة المستديرة بما فيهم الكرة العالمية، ضيف العزيز عبر الهاتف أحمد غنيم الناقد الرياضي محلل الكرة العالمية. صباح الفل يا أحمد. صباح الخير على كل مشاهدي برنامج 8 الصبح. غنيم، عندنا أخبار كتيرة النهاردة. بداية، يعني تتوقع مين يحسم نهائي الكأس النهاردة الساعة 9، بيراميدز ولا زد؟ طبعا مواجهة بين يعني فريقين أثبتوا نفسهم الموسم ده من ناحية إن هو القدرة على المنافسة، زد وخطفوا هو المواجهة النهائية من الأندية فرقتين الشعبية. جماهيريين بالظبط، وده بصراحة أحزنني عشان أكون صادق جدا معاك. كنت أتمنى تأهل الإسماعيلي والمصري كان يبقى النهائي جماهيري، لكن نهائي كأس مصر يمكن لأول مرة في التاريخ أعتقد هيبقى نهائي بدين مش جماهيري. ولكن في كل الاحوال يعني هو المفروض يعني طبقا للحسابات وما الى ذلك زد يعني سوري اسف بيراميدز، لان بيراميدز طبعا هو الاكثر خبره الاكثر ممارسه، لعب كذا مباراه نهائيه سواء على المستوى الافريقي او على مستوى المحلي، لكن زد تبقى كل الامور مفتوحه ليه خاصه هو الحصان الاسود واستطاع التاهل للنهائي. لكن اعتقد ان بيراميدز هو الاقرب وممكن اليوم ينهي عقدته مع البطولات ويتوج باول بطوله في تاريخه. لكن يعني انت توقعاتك، يعني احنا بنسجلها وهو هنشوف المباراة النهاردة ان شاء الله، واكيد هيحسم التسعين دقيقة، واللي يملك بقى الاصرار ان هو يكمل للاخر. ناس كتير برضو بالظبط لما عشان النهاردة يوم الكاس فصبت جام غضبها مرة تانية على نادي الزمالك، يعني عارف اللي هو كان يوم الخروج من الكاس الناس غضبانة وبتتكلم، لكن لما جه يوم نهائي ابتدوا يفتحوا الموضوع تاني. انا بالحقيقه هبه كان قدام الزمالك فرصه ذهبيه انه يخرج بطوله محليه الموسم ده، خاصه بعد اعتذار الاهلي عن المشاركه في البطوله، لكن بشكل غريب جدا الزمالك خرج بسيناريو غريب جدا الحقيقه، يعني كان خلاص كان قاب قوسين ادنى من التاهل لكن خرج بسيناريو غريب ده. الزمالك عنده مشاكل كتير جدا يا هبه، حتى الصفقات مش عارفين الامور هتتم مش هتتم، مشكله زيزو اللي خدت اكبر من حجمها بشكل كبير جدا، انا في وجهه نظري كان زيزو يجب ان يتم بيعه بشكل واضح جدا في حال الكثير من ازمات الزمالك الماليه، خاصه ان البيان بتاع مجلس اداره الزمالك بالامس انا في وجهه نظري بيان غير موفق على الاطلاق، لانه ما قالش اللاعب سيجدد ام لن يجدد، بيان خارج انا ما فهمتش منه اي حاجه بصراحه جديده يعني. ولكن في كل الاحوال الزمالك اضاع فرصه ذهبيه كبيره جدا انه كان يحقق لقب محلي الموسم ده، خاصه ان المنافس الغريب التقليدي ليه النادي الاهلي بيقوم بصفقات قويه وقويه جدا، اعتقد الليفل بتاع صفقات النادي الاهلي مش باصص بس على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، اعتقد هو باصص للمشاركه المرتقبه سواء في كاس الانتر كونتيننتال والحدث الاهم هو كاس العالم للانديه في الصيف العام المقبل في الولايات المتحده الامريكيه. إبراهيم عادل، هل انت كنت مع قرار ان هو ما يتمش الموافقه عن للعرض الاسباني؟ لا طبعا انا كنت اتمنى ان هو كان يسافر، احنا دايما يا هبه بنتكلم انه ادي بنتمنى الفرصة اللعيبه للاحتراف. بالظبط بالظبط، فيعني ايا كان العرض يعني انا الصراحه وامر محبط جدا بدليل ان اللاعب لم يشارك اليوم في النهائي، هو سافر لاسبانيا بالامس على امل ان طبعا عشان عارفين الديد لاين بكره خلاص في اوروبا بتاع الميركاتو الصيفي، فلا قرار في وجهه نظري غير موفق على الاطلاق. والحقيقه انا يعني انا نفسي افهم يعني عقليه بعض الادارات في الانديه المصريه، ليه اللعيبه عندنا بتبقى بتاخد الامور يعني اي لاعب يطلع لاوروبا الامور بتبقى صعبه بشكل كبير، حتى محمد عبد المنعم التفاوض وقت خد وقت كبير قوي، تم الاعلان عن الصفقه قبل 48 ساعه من غلق الميركاتو، فيعني اللي ما اعرفش ليه احنا عندنا صعوبات هو كبيره ما جدا. اعتقدش ان هي عندنا بس يا غنيم، يعني حتى نكون صادقين، يعني لو خدنا مثال حتى مؤخرا صفقه مبابي، يعني قعدت كام موسم وكام سنه. لا بس يا هبه مع الفارق، مع عشان برضه اكون امين معاك، مع الفارق انت في برضه كان بيلعب في فريق كبير في فرنسا هو باريس سان جيرمان وبيتقاضى رواتب ضخمه. انا اضرب مثال مثلا ولسه بطلب بن حنين مديونين ليه بثلاث شهور على فكره. بالظبط مش بالظبط، راضيين يدفعوا. اضرب مثال سريعا جدا يا هبه، مسعود عبد الحميد اللاعب السعودي الذي انتقل الى روما، رحل الى روما من الهلال السعودي 3 مليون يورو، يعني المبلغ مش كبير على الاطلاق، لكن القائمين على الكره السعوديه شايفين ان ده يبقى ممكن يفتح باب لاحتراف اكثر من الاحتراف اكثر من لاعب سعودي في الدوري. انت عارف برضو الحال عند بعض الانديه خاصه في الدوري المصري بيكون عايزه تاخد اكبر استفاده من خلال التعاقد، يعني هم عايزين فعلا يفتحوا الباب للاحتراف، لكن في نفس الوقت هو عايز يعني ايه زي ما بنقول دايما كده يضرب عصفورين بحجر واحد، يفتح الفرصه للاحتراف وفي نفس الوقت يكون هو مستفيد ماديا الاستفاده المثلى لحجم اللاعب في نظره، ماشي. وفي نفس الوقت بالنسبة لموارده، لأنه الموارد ضعيفة جدا عندنا، يعني بس هو التسويق بيراميدز حالته لموارد النادي مختلفة. بتكون قليلة جدا. حتى مثلا لو خدنا مثال التيشيرتات،
فين التسويق للتيشيرتات بالنسبة للأندية؟ احنا بنتكلم في نادي او اتنين اللي بيسوق؟ ما فيش اصلا هيبه، حتى مع احترامي بما فيهم الاهلي والزمالك، انا متهيألي لو جابوا الارقام بتاع التسويق للتيشيرتات او بارقام مش كبيره، بس هيبه تحديدا فيما يخص موضوع ابراهيم عادل بيراميدز، انا اعتقد كان ممكن الامور تمشي بشكل واضح جدا. ومع احترامي واقولها مره ثانيه، اللعيبه قادمه من الدوري المصري، والدوري المصري علينا اعترف ان هو ليس بالليفل الكبير قوي عشان نطلب الارقام بالخمسه والسته والسبعه مليون، الارقام الواحد بيسمعها دي ارقام غريبه، ولن يتم دفعها من دوريات اوروبيه غير لو لاعب استثنائي بقى على غرار مبابي او بس. احنا دي ساعدنا برضو بصفقه منعم امبارح، التقديمه بتاعته بالتأكيد كانت مشرفه جدا. بالبيراميدز الاهرامات، لا طبعا تقديمه فيها يعني الفيديو يا جماعه، اللي لو معانا الفيديو بتاع تقديم نادي نيس لمحمد عبد المنعم، يا ريت نلعبه مع الساده المشاهدين، لانه اللي ما شافش فعلا الفيديو ده تشوف قد ايه فعلا هم في بالهم الحضاره المصريه، وقد ايه بيقدموا اللاعب بالشكل الافضل. ده اللي بتكلم فيه هبه، يعني ده دعايه ما بعدها دعايه لمصر بكام؟ دي بملايين الملايين. يعني احنا بنشوف محمد صلاح دلوقتي كاسم وكايمج دلوقتي المصري دلوقتي دعايه بملايين انا مش الملايين عايز اعمق الموضوع قوي واقول دي قوه ناعمه، لكن هو ده يعني لا دي قوه ناعمه، من لا غير انا متفق ما معاكي، نقول لا طبعا لا انا متفق معاكي هبه في كل في الكلمه دي، هي قوه ناعمه لمصر. فبالتالي انا مستغرب الحقيقه، وفي الدوري الاسباني، والدوري الاسباني الموسم ده واضح انه هيكون قوي جدا، احنا شايفين ريال مدريد طب ايه بيتعثر اللي من عطل البدايه. مثلا صفقه زي صفقه كوكا، احمد نبيل كوكا برضه الطلب، يعني بص يعني برضه كان الطلبات طالع الماديه، لنادي برتغالي، هل برضه التفاصيل الماديه هي اللي عرقلت التفاصيل الصفقه من الماديه، النادي الاهلي؟ التفاصيل الماديه طبعا بشكل واضح، يعني انا ده اللي بتكلم فيه. اتمنى يكون في امر ما معرفش يحصل ازاي، انه يتم يا جماعه ان الامور ما تبقاش بالشكل ده، لان مفيش نادي في اوروبا هيدفع الارقام الكبيره دي في اللاعب حتى لو كان هو خامته كويس، لكن في الاول في الاخر هو قيمته السوقيه كام؟ طب والنادي بتاعه قيمته السوقيه كام؟ انه بيلعب في الدوري المصري مع قولي بسرعة، قندوسي اتجاهه لفين؟ وهل بالفعل حسم وجهته لسيراميكا ولا لأ؟ و سيراميكا بنسبة كبيرة، بعد جلسة مع وكيل اللاعب بالفعل بنسبة كبيرة جدا، قندوسي مكمل مرة موسم آخر بنادي بين سيراميكا. رمضان لسه الأمور لم تحسم بشكل احنا كل يوم رسمي. بنقرا نفس، تقترب الصفقة، تقترب بقالنا 3 أسابيع لسه بتقطع. لسه الامور ماديه، لكن اتمنى الاهلي يحسم ما ان احنا شاء الله. خلاص المفروض يوم الحسم بقى، يعني ان شاء الله باذن الاهلي يقدر يحسمها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، بس يعني لسه الامور مش سهله. بس مصطفى الامور محمد خلاص باقي في نانت مش كده؟ حتى الان بنسبه كبيره باقي في نانت، وصلت له عروض، ومنها كان عرض للدوري السعودي، وانا حقيقه احترمت عليه مصطفى محمد انه صمم انه يكمل في اوروبا، ودي تحيه كبيره جدا ليه. يعني قريت بعض التقارير عن فشل صفقه بركاوي للزمالك. ده حقيقي بالفعل، اللاعب اعتذر بشكل غريب، بشكل غريب جدا، رغم انه كان في غير اتفاق على مبرر كل يعني شيء. في رأيك؟ انا بصراحه غير مبرر على الاطلاق، ان انت اعطيت كلمه والاسباب، حتى الاسباب الاسريه، انت طلعت في السعوديه، انت مش موجود في المغرب، فلا الامر بصراحه كان غريب جدا بالنسبه لي. يعني طيب سريعا كده بقى نروح لقرعه الشامبيونز ليج امبارح. احنا عارفين بقالنا تقريبا اسبوع عمالين نتكلم على النظام الجديد للشامبيونز ليج، عمالين نتكلم على الاعلان عن الكوره كلها تفاصيل، وحتى على الجدل الخاص بالنشيد الاسطوري بتاعهم التاريخي، كلها تفاصيل حلوه قوي. امبارح في القرعه يمكن اللي اخذ الضوء من القرعه وجود الدون كريستيانو رونالدو، ده حقيقي الهداف تم التاريخي تكريم للبطولة. بالظبط، تم تكريم ان هو سجل 140 هدف، اسطورة طبعا رونالدو. احنا شايفين الشهادة بتاعته هيبقى على اليوتيوب من ساعة لما نزلت، يعني ارقام عمالة تحصل في انت الارقام شفت الريكورد القياسية. الاخير ان هو بالظبط تخطى ارقام اليوتيوب نفسه. بالظبط، لا ارقام هو طبعا لاعب ماكينة اعلامية، حاجة اسطورية. يعني هو برده مش ماكينة اعلامية بس، حتى على ارض الملعب يمكن لفت نظري امبارح انه قال ان ممكن كل شيء ولد، ممكن يرجع يلعب تاني في الشامبيونز ليج، هو في سن 39 دلوقتي. الناس عملت مقارنه بقى يا غنيم، بما انك اشرت الموضوع ده وبشكرك على اثاره النقطه دي بالتحديد. قارنت ما بينه وما بين ميسي بعد التصريح ده بالذات، وقالوا ميسي دلوقتي لن يستدعى للمعسكر الاخير بتاع الارجنتين، وفي بعض التقارير قالت ان هو لا يرغب ان هو ينضم للمنتخب، هو قال ان هو هيعتزل دوليا، في حين رونالدو المجتهد دائما عايز يدي منتخبه لاخر وقت. ده حقيقي بالفعل، رونالدو صرح بده، قال ان هو ممكن قدام لسه سنتين ثلاثه مع منتخب البرتغال،
ميسي يا هبه في وجهه نظري انتهت بالنسبه له كره القدم بعد تتويجه في كاس العالم 2022 في قطر. انا في يوم 18 ديسمبر 2022 بالنسبه لكن ليا هو رونالدو بيبحث، ما زال لان يبحث عن رونالدو، اللقب رونالدو العالمي. ما زال يبحث لان رونالدو شخصيته يا هبه، ودي يمكن بتخلي رونالدو اعلى كمان في الناحيه الاعلاميه والتسويقيه والامور دي كلها من ميسي. ميسي طبعا هو في وجهه نظري انا هو امهر لاعب في تاريخ الكوره وامهر من رونالدو، لكن رونالدو غير ان هو ماكينه هدفيه طبعا ومهاراته وكل الكلام ده، لكن هو اذكى في الامور دي وطموحه كمان لا يتوقف. لكن انا في وجهه نظري ان ميسي انتهى بالنسبه له كره القدم بعد تتويجه بكاس العالم. رايك سريعا في القرعه؟ لا يعني النظام الجديد طبعا يمكن لسه الناس متلخبطه فيه شويه، لكن هو بيتيح قريب شويه من السوبر ليج، هم بيحاولوا يواجهوا شويه مشروع السوبر ليج. السوبر ليج كان بيرعاه ريال مدريد وبرشلونه بشكل اساسي، لكن هنشوف مواجهات يعني مواجهات مرتقبه زي ريال مدريد ضد ليفربول. تسع يعني محمد صلاح بيعمل من عقوبته ضد ريال مدريد لسه ما خدش عليهم ولا مباراه بشكل رسمي. بايرن ميونخ ضد برشلونه، مانشستر سيتي في طريقه ايضا، برضه في يوفنتوس. لا فهنشوف مواجهات مرتقبه، واعتقد هو النظام ده معمول خصيصا لمواجهه مشروع السوبر ليج. سهم محمد صلاح الاحتفاليه بتاعته اللي حيرت الناس، زمالك ولا قدماء مصريين؟ يعني ما اعتقدش ان هي يعني انا يعني ما اعتقدش هي الزمالك. محمد صلاح اصلا ممكن يخش في الامور دي يعني بشكل واضح عشان اكون صريح جدا يعني. لكن هو احتفال يعني اثار بيه الجدل، وهو حتى ما رضاش يصرح ليه، لكن انا ما يهمني تصريح محمد صلاح مع شبكه سكاي سبورتس بالامس هيبقى عن مستقبله، وقال انا بستمتع بالعام الاخير مع عقدي وهنشوف الامور هتمشي ازاي مع ليفربول. يعني هو حسمها انه ده العام الاخير بالظبط، لكن قال لك هنشوف الامور هتمشي ازاي فيما يخص تجديد العقد. انا توقعي وامنيتي ان محمد صلاح هيجدد مع ليفربول حتى مع تعاقد ليفربول بالامس مع فيدريكو كييزا النجم الايطالي. اختراق حسابات كيليان امبابي على السوشيال ميديا وتوجيه بقى رسائل تهكم على ميسي واشاده برونالدو، ايضا رسائل خاصه بالحرب في فلسطين. يعني تخيل حساب عليه 14 ونص مليون يخترق. بالظبط يعني، بس هي بتحصل يعني، بتحصل من الهاكرز وشغل يعني، دي بتحصل عادي. اعتقد سيتم يعني حل الامر في اسرع وقت، الناس كلها فهمت ان تم اختراق الحساب اللي اكيد بينتفي اعقل من وقت كل الكلام ده يعني. ده يعني دايما لما تيجي تكلم حد خبير في التكنولوجيا يقول لك اعمل التو اوثنتيكيشن مش عارفه ايه، فده اكيد هعمل مش هعمل تو اوثنتيكيشن، ده عامل كل اجراءات التامين واخترق برضه. رونالدو في حواره الأخير على صفحته مع فابريكس كان بيتكلم على وجوده في دولة عربية، الإحساس بالناس برضو بالتصريحات بتاعت النجوم دي أكيد بتقربه أكتر وأكتر من الناس، خاصة لما اتكلم على الجانب الروحاني. وحتى وهو بيستخدم البادي لانجوج هو بيقول إن هو كأنه هو في مكان في البحر الأحمر وفي السعودية، كأنه بيشعر بيها تحت جلده. يعني قال دي بتسموها إيه عندكم؟ الروحانيات. فحتى الحاجات دي الرسائل اللي هو بيوجهها بتقربه وبتلعب على المشاعر العاطفية عند الجماهير. بالظبط بالظبط، ودي دي دعايه بملايين الملايين، وعلى هذا السبب تم التعاقد مع رونالدو وغير رونالدو ونيمار من جانب صندوق الاستثمارات العامه السعودي عشان يتم الترويج لرؤيه السعوديه 2030، وتحديدا ايضا فيما يخص ملف كاس العالم 2034 يعني. فهي دعايه ما بعدها دعايه الحقيقه يعني. هختم معاك بخيمس رودريجيز ومن جديد في الدوري الاسباني. بالظبط من اللي بتكلم فيه اللي كان نفسي هل يشهد عوده لتألق نجم يعني كان قد خفت نجمه؟ هو تألق، انا شفناه في كوبا امريكا الاخيره تألق بشكل واضح جدا، اتوقع انه ممكن مع رايو فاليكانو يتألق بشكل كبير، عشان كده كنت اتمنى ان ابراهيم عادل بصراحه شديده كان يروح الدوري الاسباني، وعندي امل رغم ان امل صعب، لكن لسه قدام لغايه بكره ممكن تحصل في الامور يعني، ونشاهد ابراهيم عادل في الدوري الاسباني. الدوري الاسباني السنه دي تحديدا منافسه فيها تكون قويه جدا جدا، والسبوت هيكون عليه بشكل كبير. طيب عمر الساعي، اخر سؤال عمر الساعي وجهته فين؟ لانه عرفنا ان بيراميدز دخل في الموضوع ورغم نفيهم، لكن يعني ربما. لا اعتقد الاقرب هو النادي الاهلي، خاصه حال تعثر صفقه محمد علي بن رمضان. انا بشكرك شكرا جزيلا احمد غنيم الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه.